شخصية تحبها من أول لقاء، تقنع بيها من أول حوار. علمه الغدير، ثقافة المتعددة والمتنوعة، هو ذلك الطبيب البشري العظيم، هو صاحب المصريات القديمة، إنه أستاذنا الدكتور وسيم السيسي. قل لي حضرتك أهم حاجة تحب تعرفها للناس إيه في مصر التي لا يعرفها الناس؟ التاريخ هو وعاء للتجارب الإنسانية، نستفيد من إنجازاته نتجنب انتكاساته. أنت كاتب في المسكوت عنه الرجل والمرأة، تمثل إيه بالنسبة لحضرتك؟ هي صناعة النساء والرجال، وهي بدونها لا يمكن أن تكون حياة، ولا يمكن بلد تتقدم ما لم تكن المرأة على قدم المساواة مع الرجل. الدين بالنسبة للدكتور وسيم، أغض الطرف عن أخطأ صاحبي وأعفو عن عدوي أو حسودي، وإذا سألتم عن ديني فإني مسيحي أحمدي بوذي يهودي. الحب يسبقه الصدق. طبعا لأن الصدق هو الحقيقة، هو أعظم شيء، وهو الجمال كما سميته. الحب مادة حرمان، ليه؟ لأنه إذا نقص من حياة الإنسان لا يحس بالحاجة إليه، وحياته تضطرب بدونه اضطراب شديد جدا. نقص عصير الليمون، نقص فيتامين سي، نقص اللي يظبط حياته وهو الحب. فرعنة، ظلمة، مجرمين، سخرة، ده مؤسس الإمبراطورية تحتمس الثالث أراد أن يغير فقرة في القانون. المحكمة العليا للقضاء يرد عليه ويقولوا له لا يجب أن تعلو كلمة الحاكم فوق كلمة القانون، فيعتذر. تقول قداسة البابا، نحن نعبد ربا لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى رغما عنه، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فإذا قدر وشاء أن يجمعنا على هذه الأرض الطيبة في هذا اليوم المبارك، فإني يا قداسة البابا أسجد لله شكرا على هذه المشيئة. فإذا أردت أن أهديك على قدرك فلا يعلم قدرك إلا خالقك وبارئك ومقدرك، فاسمح لي أهديك على قدري. وقدري في خلاصة فكري سيناء، بوابة مصر القرن الحادي والعشرين. إلى الرهبان والمسيحيين والقساوسة على أرض مصر، لا نغير قسيس من قسوسيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا نأخذ من أموال كنائسهم لبناء مساجدنا وهم في ذمتنا في البر والبحر، في المشرق والمغرب. إنها سماحة الإسلام يا قداسة البابا الذي جاء به عمرو بن العاص لينقذ أحباط مصر من براس الهجوم. 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة. شخصيات في حياتي، الليلة 9:00 مساء على شاشة المحور.